أنا جاي من لبنان الحر، من بشري، من الأرز. نحن هواة محبة، هواة فرح وفن، ولبنان الحلو. ما بدي طول وأخذ من درب غيري، بس بدي أقول اللي بعتبروا الناس من ورق، ما عندهم قلب، ما بيشفقوا على المرة اللي قالت عندي طفل عمره 3 أشهر ما معي أعمل له بيبرون وحليب، عم بعطيه مي وسكر بلا قلب. جاي أقول لهم محطة اليوم الليلي يا مرسال، صح النوم، حالكن بقى توعوا. نحن بلد القديسين والقداسة، خايفة إيه بس ما رح يكفرونا، لأنه بتموز في عيد مار شربل وعيد مار الياس والباقي على الله. مرحبا بماي جيست، بتطل عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفتي إعلامية من الطراز الأول، هي صديقة وهي أكثر، ريما رحمة اسمها بخبر عنها، خاصة لكل الناس يلي بيتابعوها وبينطروها كل سبت وأحد مثلي على الساعة 12 تتخذنا على لبنان الحلو، لبنان الجمال، لبنان الموسيقى، الفن، الأصالة وإشياء تانية كتير، والأهم لبنان عزة النفس والرجال، الرجال الحقيقيين والعنفوين والإشياء الحلوة اللي كانوا عايشين جدودنا وأهلينا فيها حتى بزمن الحرب. اليوم ضيفتي الإعلامية ريما رحمة نحكي أكثر عن هالصرخة اللي أطلقتها عبر برنامج صار الوقت على الام تي في مع الاعلامي مارسيل غانم، تنحكي اكثر عن وجع الناس يلي بتسمعه اكثر من 100 مره بالنهار على تليفونها وعبر اذاعه لبنان الحر. اهلا وسهلا فيك ريما رحمه. ميرسي رنا، نطرنا نطرنا ولقينا كل شيء مرهون لوقته. سبحان الله، اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا، وانا كثير مبسوطه وفخوره انك معنا، شرف لي انك تطلي معنا صراحه حبيبتي. وبدي اقول لك انه انا شهادتي مجروحه فيك، انت بتعرفي انه احنا بتربطنا اخوه حقيقيه، غير انه نحن اثنيناتنا اولاد بشري، هل الروحانية اللي بيناتنا كتير مهمة، واليوم كتير منفتقدها خاصة بين الزملاء بين بعضهم. أول شيء بدي بلش مع مارسيل تأرجع انطلق للبنان الحر وكيف بلشتي، بس جمعة الماضي يعني عملت هيك بوم كتير قوي، أنا عم بسمع وعم بحضر وحسيت فشيتي لي خلقي على الفيسبوك، على انستغرام، على الواتساب، كل الناس كانت حاطة شو حكيتي. هالصرخة اللي أطلقتيها ما كانت بس صرخة من قلب مجروح ومحروق على مستقبل ولاده، على أيام ظلم عم نعيشها اليوم بحق الإنسان أول شيء، بس كمان انهيتيها بصرخة إيمان. وعن جد بس أتذكر ليك يعني بتأثر، لأنه سلمت لبنان لمار شربل ومار الياس وقلت تموز شهرهم هن يصطفلوا. كتير كانت حلوة، كتير كانت مؤثرة، وهلأ بس نتذكر عن جد منتأثر. خبرينا شوي شو رحت تعملي بصار الوقت. أول شيء بدي أقول عم تحطي نقطة كتير مهمة بحياتنا بمشوارنا العملي يلي هو الإعلامي. نحن منقول عدو الكار. اللي لاحظته لمسته مع الأستاذ مارسيل غانم هو صديق العمر، صديق الكار المهنة يلي هي الإعلام. نحن بهالمجال إذا ما سندنا بعضنا بهالأيام ما بقلنا إلا الإعلام. اللي قلته قلته من قلبي، ما بعرف شو قلت هلأ، بس استرجع لما بيحكي القلب ما بتصير تنمقي كلماتك. أول شيء بدي أتشكر برنامج صار الوقت كيف عطاني فرصة. أنا كل القصة أنه بحضره مثلي مثل هالعالم. أنا اتصلت بزميلي فيليب أبو زيد قلت له قلبي محروق على العالم، ما بقى فيني اسمع صرخات، وخاصة بس خبرت قصة الأم اللي عندها طفلة ما معها تجيب لها حليب بتحط لها ما يسكر بالبيبرون. قال لي أحلى وسهلة فيكي هالترحيب، هيدا بيعطيكي زخم إنه ما اليوم بدك باب أو شباك أو طاقة تصرخي. كيف إذا كانت شاشة عريقة مثل الام تي في؟ رنا ما منكذب على بعضنا، نحن الإعلاميين التلفزيون المرتب، الإذاعة المرتبة هي حلم لقلنا، صح. مش بس تنبين، هلأ نحن بجوع ووجع حتى نفش خلق الناس، صح. وهيك صار معي، شكر كتير كبير لهاللحظات لهالدقايق اللي عطيوني إياها. أول شيء للمحبة، المحبة بتسوى مال الكون، صح. وبين قدي بيحترمك مارسيل وقدي بحبك، وقعد هيك يسمع الرايق، يعني عم بتكتك بالكلمات اللي عم تقوليه، هذا الشيء كان كتير واضح. عشرة عمر أنا كتبت له على السوشيال ميديا رفقة عمر، حطيت الصورة اللي هيك غمرني فيها، وثلاثين سنة عمر، صح. يعني ما فيك تكذبي بعمرك، ما قضينا العمر سوا، مر علينا حروب ووجع
ومرقت بالحلقة كيف أنا تعرفت على مرسيل. والله العظيم هاي الحقيقة، كل كلمة قلتها كلمة المنطق والواقع. مرسيل كان نايم، مش رح أقول على الأرض حاطت فرشي، بس بالإزاعة كانت حرب. طب معقول نحنا ربينا بالحرب ومرق علينا قصف وقتل واحتلال وقهر وشهداء؟ أهم شيء أهم شيء نتذكر نكون ولاد أصل، نتذكر هالشباب اللي ماتوا أماتهم بكيوا وانجرحوا. ولك نحن الدنيا علينا بألف خير، ولو تقهقرنا بس بعدنا عايشين. طيب معقول هلأ بصير عمر ابننا 20؟ الله يحمي شباب الناس. أنت بتتقبل يرجع أولادنا يعيشوا مثل ما نحن عشنا؟ لا، بدنا نصرخ وبدي ضل صرخ، وهلأ كمان من عندك بدي ضل أقول خلص بقى لازم نعمل شيء. هلا اكيد ما عم يسمعونا، ما عم يطلع بايدنا شيء امبارح، بس بدنا نضل نعلق. ما فيكي تسكتي، ما فيكي تسكتي 100%. ريما بلشتي بلبنان الحر، كان عمرك كثير صغير، وصوتك يعني هلا اللي عم بيسمعنا واللي عم بيحضرنا صوتك هيك يعني مطبوع بقلوب الناس وبقلوب المستمعين والمشاهدين. وبس نقول ريما رحمة منقول رحتي على العمق، رحتي على القلب، رحتي على الأصالة، رحتي على بعلبك. لا نحكي عن بعلبك، بس خبرينا الإذاعة قدي أخذت منك، قدي أعطيتي فيها كلام حلو وحب وأصالة وفن وبعدك. أشكر الله، أشكرك يا رب. عن جد أنا يعني سبت وأحد بهود الأوقات، حتى لو عنا غدا، لو حتى لو شو ما كان بكون ناطرتك وحاطة الألارم أنا وولادي، لأنه كمان نسمع مع العائلة ومع أهلي وكلنا. وأنت صرت تعرفي كيف نسمع تحت العريشة بالضيعة. أنت عائلتي. تقشع عريشي وبفيدة مزوي حلوة بإيدك، تاب سلم على الحلوة. أنا تحت العريشة عند بيت بيك، بوجه له تحية. بيك هو عينة عن كل هالبيات. أنا اللي بحبوني هن الناس اللي عندهم حبة للبنان. هلا بقولك بشرفك ما بقى تتغزل بلبنان. لا شو، والله لبنان حلو، والله العظيم. وقلت لك كل كلمة قلتها مع مرسيل غانم قلتها من قلبي، والأغاني حلوة بس أنتوا بشعتوه. أنا بينتروني الناس وبشكر العذرة على هالشغلة، لأني بحط غنية حلوة قبل المضمون. العالم شو بتفتح راديو تسمع موسيقى حلوة مش تسمعنا؟ ايه خلص هلأ تعبنا تعبانين. هلأ مع النق وشوية صرخة بريحوا النتفة وبحط أغاني حلوة. نحن أغنية كتير، نحن من أسرى أسرياء العالم بالفن. نحن بلد فيروز، عاصي ومصور الرحباني اللي تكرموا ببعلبك، بس عندي مأخذ أنه امتازت الصبوحة، الشحرورة، وديع الصافي، روميو لحود طول بعمره، عمل كتير لبعلبك، وملحم بركات. ملحم بركات أبو مجد بكل مقابلاته، إذا بدنا نكون إعلاميين عنا أصالة استرجعيهم هلأ على اليوتيوب، ما في حلقة إلا ما حكي فيها عن بعلبك. يقول الأبضاي الشاطر اللي من الأوائل يفرجيني شطارته ببعلبك. تغيب زعلت، مع أنه كان رائع الحفل. تحية لهارود فازيليان، لباسم كريستو، لكل أصحاب فكرة هالليلة الرائعة من بعلبك، بس هيك مع ليلة تبعت المحبة. شو رأيك بالمحطات اللي ما نقلت؟ ما بيحبوا الحياة، ما خصهم بلبنان، منار ما بيشبهونا، منار ما بتشبهنا، هيدي هويتها. أو معروفة كل عمرها، الفن عندها يمكن خطية. ما بعرف، مع أنه ما بعتبر في دين بالكون ما بحب يعتبر الفن. الموسيقى منا شيء سماوي، موسيقى بتجمع كل الناس. أنا ببقى ضدك بالسياسة، وأنت يمكن من حزب تاني، بس نايناتنا بنسمع فيروز. صح، ما بتفق معك بآراء زعيم سياسي، أو ما بعرف. نحن بلبنان أنا طش بالسياسة، بس ما أهضمك بالمقابلة. أنت إنه أنا ما بفهم بالسياسة. خصني، والحكومة الجديدة لما طلعي قلت مش رح لحق أحفظ أساميهم، صرت أكتبهم على الورقة وحطهم على التليفون. قلت مش حرزاني مش مطولة، والله طولت وكترت بس مرسيل ما قصر. حلوة كتير كانت حلقته امبارحة، كمان كان فيها صرخات عديدة لناس عن جد موجوعين وعن جد مقهورين. وبعتقد حلقات اللي جاي رح تكون أصعب وأصعب علينا. بس بعد منوجه تحية للناس يلي من قلبها بتساعد بمبادرات فردية، تأمن مبلغ للشخص اللي كان بده يبيع كلمته
ويلي سأله مارسيل قال له انه هيدا تجار بأعضاء البشر يعني ما لازم تعملها. قال له تاجروا فينا، تاجروا بوطننا وتاجروا بدمنا، اقل شيء انا بيع كلوتي اذا اقدر اعيش وعيش. هيدي صيف 840، هالحزن اللي عم بيصير، هالحزن اللي صار ما بعمره صار، عم يحكمونا الحراميه والكذابين والتجار. هن لو ما هن تجار ما كانوا وصلوا لهون. تجاره شو يعني؟ نجمع مصاري. طب لك ما جمعتوا كثير، صار معكم ما بنعيشوا انبسطوا، بعدين اكلتوا طعمه، جوعونا ووجع الناس بيقتلني. من قبل كنت تقولي تعودنا، بس هلا ما بقى فيكي تتعودي على القهر، لانه صار كل الناس ريما، ما حدا فوق راسه خيمه، كل الناس مزلوله قدام المصارف. معقول بلبنان نحن بال 2020 بتنقطع كهرباء بمستشفى؟ معقول بجامعه لبنانيه ما في وراق اكاتر؟ معقول يا عم نحن وين عايشين؟ صارت ربطة الخبز 5 ترغف ب 2000 ليرة؟ طب لوين؟ يعني بعده أنا بدي 4 ربطات بنت الشباب يعني بعد الناس عن جد عم بحكي إنه بعد في ناس تعمل خير زي ما عم بحاصرونا عم بطوقونا، بس كونوا أكيدين قد ما تزيد الطوق قد ما يصير الحرية بعيوننا وعنفواننا يزيد وعزة نفسنا تكبر، لأنه نحن ما منموت إلا واقفين. وفي خير، وفي خير، وفي بركة، وبعد الدنيا بخير. ريما كتير بحب، خلينا نروح على لبنان الحر، ننتقل شوي من وجع الناس. قدي أخذت من لبنان الحر وشو عطيتيها؟ وشو عطيتك؟ لبنان الحر عطيتها عمري أحلى أيام العمر، عطيتها كل طاقتي، وبعد في انا بقول خزان ما ترجمته بعد على الهواء. حلو. قد ما بحب الاعلام الاذاعي، الله يرحمه رياض شراره، يقول مرئي مكتوب ومسموع. كلنا بنحلم بالتلفزيون، كلنا بنحب. هلا تغيرت الايام نكتب صح على السوشيال ميديا كمان صحافه مكتوبه، بس اجمل علاقه هي علاقه الصوت. الصوت والموسيقى والنغمة، تحطي هالكاسك لا مكياج لا شعر، ما بالك بشي، بالك تسمعي هالأغاني وعلو الموسيقى مثل ما كان شعار حفلة قلعت بعلبك. ايه اعطيتها كل عمري ومن قلبي. شو عطيتك؟ وهي عطيتني كمان، عطيتني فرصة. يوم في كتير ناس شاطرين، في كتير ناس إعلاميين، بس ما عندهم الحظ انه يفجروا اللي الموهبة اللي الله عطاهم إياها. انا دايما بشكر الله احسن من غيرنا. هلا بقولوا لك بتستاهلي اكثر، وكثير بسمع انه ما اخذت حقك. لا، كتر خير الله. هلا صار الوقت، صار الوقت. امبارح عم بحكي انا وغاده، قالت لي ضوى عريمة شوي وبيلبق لها الضوء، وانا بدي اقول لك بيلبق لك الضوء. شفناكي بمهرجانات كبيره ريما، مهرجانات الارز، شفناكي بمهرجانات فقره، شفناكي عم تقدمي اهم الفنانين منهم صابر الرباعي، كاظم الساهر، وائل كفوري، نجوى كرم، يعني اهم الفنانين اللي هن كلاس اي بلبنان. بتحب المهرجانات؟ ايه. هون برجع للبنان الحر، قلي شو عطيتني؟ يمكن يوم سقف العمل الإذاعي معروف لو ما فيك توصلي محدود، بس انت العلاقات اللي بتعمليها، الاسم الحلو بيقدروك الناس. انا دبل ايت برودكشن، بشكر الله آمنت بحضوري، مش بس صوت، بحضوري على المسرح. انت بتعرفي شو رهبة المسرح. صح. انا بلشت معهم من تقريبا 14-15 سنة، قدمت كبار الفنانين، لحققت حلمي وقدمت كاظم الساهر. حلو. خلص هول صاروا من الماضي. راح حفلات ومهرجانات. قد بتستفقد السنه لمهرجانات؟ كثير. يعني حسينا بعلبك هيك كانه نفس حلو، يعني هيك كانه حلم عيوننا عليه انه بلبنان هيك كان. ليش بدنا نقعد نحن بالبيت هلا ونحكي بسعر ربطه الخبز، كيس الجبنة الحق 70,000، وكيلو اللحمة ما بقى يتهدى، وننحرم ونحكي وننمر على المشاوي. طيب هول الناس كلهم ما كانوا عم يشتغلوا ويسترزقوا بالمهرجانات، من الإضاءة للإخراج للأكيب للتنظيم، كلها عيال، كلها هي قعدت بلا شغل. لا يجي دورنا نحنا، يمكن نحنا منبين بس في ناس ورا الكوليس، قدم المهرجان الفنان الناس. طب ما هيدا كمان رزقة، قطعته برزقة الناس. امبارح قال شخص كتير كلمة حلوة، الموسيقي سعيد مراد، قال بصار الوقت، قال قطاع الفن أول ناس بياكلوا الضربة وآخر الناس بيرجعوا.
لأنه ليكس فن مش خبز. شو بنقول لهالحكومة ولهالدولة ولهالمسؤولين؟ ممنونين كن قعدتونا بالبيت لا شغلة ولا عملة. هيدا كفر، هي خطية. بتخافي على مستقبل أولادك؟ كتير. كل همي أولادي نحنا خلص هلأ صار العمر ورانا. بتفكر تفلي؟ ما معي مصاري لفل. بس لو معك مصاري بتفلي؟ ايه بس الفلي. ولما بنسأل الناس رفقاتنا ما دي عندك أصحاب هاجروا؟ أنا هلأ بعمل ليستة بكل أصحابنا واليوم السوشيال ميديا رجع قربنا التقينا كلنا. يا ما سألت صاحبتي بكندا ورفيقتي بأستراليا وقرايبيننا بأمريكا. اليوم بعد الكورونا كمان ما تنسي قديش صرتي حملة تقيل على الدول، ما راح ياخدوكي بسهولة. بيحكي المال بس. أنت إذا بدي أنت إيه أنت هلأ بتفلي؟ إيه بفل عن جد؟ بوت بلبنان وريحة بشري بحملها معي، مش أنا اللي بفل، ولادي. أف أنا ما بقى فيني فل. أنا هلأ من بعد ما جذوري انغرزت بهالأرض ومرق العمر أنا فضحت عمري. اللي بتعمليه بالعشرية ما فيك تعمليه بالخمسين، لا صحتك بتسمح، كل شيء فيك بيتغير، النضوج شغلي. أنا نضجت وبلاقي إنه هالقد رزقتي بهالدنيا وهالقد رزقت وطني، بس طب ولادي شو؟ عمري العشرين قاعدين لا شغلي ولا عملي، طب الشباب كلها قاعدة بلا شغل. هلأ يا رب يعني آخر الحلول هو الرحيل. يا رب تتحسن الأوضاع ويصير شيء عجيبة لحتى ما يفل ولادي حرقة بقلبي. معقولة توعي ما تشوفي ابنك؟ ما أحلى شيء بهالدنيا تعيشي بين أهلك وأنت عايشتيها. أنا مثل مثلاً بس ماني عم بمزح. لا رنا أولادي بعدهم أولادك صغار، أنت بعدهم 4 سنين و8 سنين، أنا 20. تعرفي شو يعني شاب العشرين قاعد ناطر تأمه تعطيه مصروفه؟ كانوا عم يسترزقوا هالاتيديان شوي، هالطلاب طلاب الجامعة بالمطاعم بالسهر. ما في شغل، ما في شيء، والله العظيم عم فتش على شغل لابني حيلا شيء، بس حتى يطلع من البيت صعبة صعبة. ما بدنا ننظر. هلا أنا بقلك موت بلبنان قد ما قلك من هلا، انت بتلبسي باغاني وبحكي بعرف وشو بتحكي عن لبنان، بس انا جاي امثل هلا يا رنا وقلك ملاكي الوجع. اذا طالت انتبه، اذا طالت قصتنا ما بعرف. اقولك يا رب انا بساله بقول له كتب لنا الخلاص عن قريب. هلا بقولك راحت كذا سنه. طب ما انه هودي عم يتمرك من عمرك. هولي عم بيروحوا من اجمل ايام ولادك. انا دايما بقول نحن خلص صارت، كنت عم اقول بغير حلقه قبل عم اقول انه صارت حقوقنا يلي هي ابسط حقوق الانسان احلام. صارت احلام. صارت الام بتحلم انه ولادها يناموا شبعانين، وبتحلم انه براد يكون مليان، وبتحلم انه على السوق تقدر تجيب اللي بدها اياه، والليستة اللي كانت تحطها وما تسال. ما فيك هلا صور فكرة انا مم. بس روح على السوبر ماركت اول شيء بتفرج على الناس. كنت اخذ معي الميكرو والمسجله ولوجو لبنان الحر واعمل شويه ريبورتاجات. ما بقى لي قلب، نشفت دموعي. ايه والله صدقيني، لانه بحزن. لك شو بتيني ب 5000 لحمه الكيلو ب 65000؟ لك قلب يا عمي والله الجوع كافر. اكثر اكثر شو في شي عباره ما بقى الابجديه خرست انها تلاقي وصف للجوع. يا عمي شو بتاكلي؟ ما بتجعاني. وقيمه الجوع، بقول ما حدا بيموت من الجوع، والصحه والادويه والكرامه. كرامه بالبنك هذيك اليوم ما قدرت صورتهم، كنت احتراما للناس. ما الناس عندها عزه نفس، رجال ومرأة كبار بالعمر حاطين اكيد تعويض الضمان واخرتهم. يعني هيك اثر في حديثه وحديثه، قلت له بنضل طيبين ونرجع ناخذ المصريات. اف يا خوفي يموتوا ويبقوا المصريات بالبنك. كيف ما بدك تبكي؟ كيف ما بدك تزعلي؟ بتطلعي فيه بتلاقيه بعمر بيك. طب انه انا بي ميت الله يرحمه ويطول بعمر بيك والبيات. طب ابشع شغله تشوفي بيك مكسور. كيف؟ والله من قلبي بقول يا رب ما بجي افتح حرب على حدا، من فخامة رئيس الجمهورية لكل المسؤولين لكل الأحزاب. لك خلصونا الله يخلصكم، نحن مش جايين نفتح حرب على حدا. المواطن شو بده؟
يحكمنا اللي بيحكمنا. امبارح كانوا عم يطالبوا بيرجعوا الوصايه والانتداب، نحن ما بيلبقنا نكون حرين. يحكمنا اللي بيحكمنا، حكمنا الفرنسي ما صار لنا شيء. امبارح حدا كان عم بيقول هيك كمان. طب بدنا نخلص بقى، بنترجاكم بنترجاكم، صرخت كل الناس خلصونا. الله يخلصكم. بما بصرختك كمان بصار الوقت، قلت انه بتموز مار شربل ومار الياس، ونحن بعتقد انه اذا في شيء بخلينا نتمسك هون هو ايماننا، وهو عم شد على حالي تما افرط، هو ايماننا، هو رجانا انه ربنا كبير وربنا رح يبعتهم على كعب جهنم للي وصلونا لهون. وانا ايماني وبشوفهم انه هو اللي بحاسب، هو اللي بحاسب. يعني حتى لو عداله الارض ما تحققت قدام عيوننا، عداله السما لا محال جايه. بس قد ايه بعد فينا نصبر؟ قد ايه لازم نتحلى بالمسبحه وبالصلاه وبالايمان وبالمقاومه؟ لانه بدي اقول لك شغله، احيانا شيء واحد يبرم ظهره ويفل، صح. الكبير هو اللي بيبقى والثابت هو اللي بدل هون، لانه الارض بتهز بس ما بتوقع. جدودنا هربوا على وادي النوبين وعلى المغاور وعانوا كثير اضطهاد وسخريه وانتداب واحتلال وقتل وشبابنا تعلقت وشبابنا استشهدت. مش تا نحن نبرم ظهرنا ونفل، ومش تا نحن نجي نقول انه خلص يلا خلي لكم لبنان دبروا راسكم، نحن فالين. نحن هون باقيين بقلب هالبلد يلي هو عن جد رساله، وانا بآمن انه العذراء ويسوع ما بيتركونا وقديسيننا ما بيتركونا، ومش صدفه نكون عنا هالقد قديسين. كل العالم تتغنى بمرشال بالدخيل اسمه كل قديسيننا، بس لانه نحن من المنطقه من فوق حس حالنا محذبين لمرشال بالاكثر من غيره. عايشه ببيتك بقى، ايه تخيل عايشين احنا كل واحد منا بيقولوا بيتي انا بيتك. لا ما رح نفرط، انا اخر روحي انا بخلقتك انا بهالبلد، ما تحلمي رح فل، ما رح خليك تفل ورح فل مطرح. بس الام الولد غالي، الولد غالي ومستقبله كثير عزيز على قلبك. انا عم ناشد يخلصونا، انا عم صرخ والله العظيم ما بدنا كثير، ما بدها كثير بتنحل، بس الامور اللي الايجو فيها بتكون عالية وكله يا رب نفسي، ان كان الاحزاب ان كان الانانيه الشخصيه. ولك في ناس طوبت البلد باسمها وبعد ما شبعت، ولك شباع بقى شباع. فكر انه قلت لك مش جايين ولا بحب، طال ما عم نحكي قداسي بيزعل منا ربنا اذا جايين مزبوط هيك نكون كلامنا قاسي. نحن رح نضل نصلي، وبيت بقى كفرة بيت مرشربل هو بيت الكل، هيدا هو بيت الكل، مش الشعارات الكذابة واللي بتضحك على الناس. وادي النوبين وادي القداسي كله شهداء، كله تاريخ بيحكي انه صبروا تمثلوا فيهم. عم نتمثل ورح منضل نصلي. مثل ما بيقولوا قداسة البابا صلاته كتير حلوة بس ما بتمنع الحروب. ليك ما رح نوقف، ودايما بدنا نقول الرجاء مهما تأخر جاي. ما بدي يعني جاي، لأنه إيماننا ساطح وكبير. بس بتركها على الله. هون أنا ما بطفي أحكي شيء، لما ربنا بيستلم هو المحاسبة نحن منسكت، صح، ومنقول له ليتكن مشيئتك، لأنه نحن بكل تفصيل بحياتنا لازم بالأيام الحلوة مثل ما بالأيام الصعبة نسلمه كل شيء هو يصطفل فينا وبهالبلد أكيد. ويصطفل بكل الناس اللي وصلونا لهون. بعتقد أنه رجانا كبير أنه قدام عيوننا نشوف لبنان عم يرجع يتعمر، عم يرجع يزدهر، عم يرجع يوقف على أجره، لأنه مثل ما قلنا هلأ يمكن هو يعني مكسور بس بعد كسروه. ما فرط لبنان مش مكسور، لبنان كسروه استكتروا علينا هالشغلة. ما بعرف ليش بيستكتروا علينا، ما نحب الحياة. أنا بدافع عن اللبنانية، بقولك العالم مشلوحة على البحور رايحة تسهر، خي أنا ما سرقت منك لروح أسهر، هذا تعبي، أنا بحب أعيش صحتين على قلب الناس. ما تستكتروا علينا حب الحياة. نحن هيك شعب قولوا منفصل،
بدافع عنهم من ميلي ومن ميلي، بقول لما لازم نصرخ لازم كلنا ننزل على الشارع صح. ونصرخ لانه كلنا ما حدا فوق راسه خيمه صح. وبعتقد بالكورونا وهلا باللي عم كلنا سوينا على الكورونا, الكورونا. شو هالكورونا برايك ما علمتنا شيء؟ انا حسيتها مثل ما اجت مفرحت. انا ما اعتبرتها صدفه، حسيتها من عند ربنا تحذير لهلا. ما بعرف تحكي علي تحكوا علي المشاهدين. انا حسيت الكورونا نزلت من عند ربنا، ربنا ما بيقاسس سمح فيها. ايه سمح، بس بقول لك روقي شوي، نحن عدا نتهدى كمان، نحن تشوفنا كثير على حالنا. نحن اذا اكلنا سمكه بدنا نفرجي العالم انه نحن معنا حق السمكه. انا التشاوف ما بحبه. انا اذا قال معي اذا الله عطاكي بقول لك صحتين على قلبك، بس ما تشوفي حالك على غيرك صح. بعدين ما تعلمنا، مش كل الناس، ما في شيء مطلق بالدنيا، بس اغلبيه الناس اللي انا بعرفهم بحس انه الكورونا اجت وان شاء الله تكون راحت، والاناني بعده اناني، والحنون بعده حنون، والقاسي بعده قاسي، ما بيتغير ما بيتغير. في فيستيفال فلاورز؟ لا ما في السنة. خليني أنا أسألك، اشتقت كتير. أنا كمان اشتقت كون ضيفتك. السنة ما في مهرجانات بحصرون للأسف، يعني مهرجان زهور أنا بعز علي أنه ما يكون. بس هيك ربنا رايد، يعني الظروف صعبة وكورونا وصحة الناس بي يعني ما طبعا الشماسة حطولنا بس نتصور بحصرون وردة الجبل. مشكلتهم أنه سعرهم غالي، سعرهم غالي. كل شمسية يعني حقها دولار ودولارين، وما بيقبل إلا بالدولار التاجر. بتعرفي كله بيتحكم بكله، وهلأ هاو المصاري أبدا تروح على الناس اللي عايزة. بقى إن شاء الله يا رب، يعني الله يقوي كل الناس محل ما هي، وهيك يعطينا شوية أمل إنه ندل ثابتين هون، ويعطينا قوة وإيمان، لأنه لو شو ما صار نرجع منقول الأرض بتهز ما بتوقع. قووا إيمانكم، شدوا حالكم، خلونا نبين عن جد عن أصلتنا بلبنان. اللي ناطر لبنان على الكوع طيفل عن جد يضب غراضه ويفل، ويلي عباله يتقصف أكثر بالأرض نحن هون، يلي عباله ينضم لإلنا ببشري وبحسرون وببقاع وبالجبل وبالجنوب وبالسد. وبدي وجه تحية لكل إنسان عمل خير. علاش؟ أكيد أنا دايماً بقول كرتونة مش رح تعيشك غنية، بس رح تغنيك، بفرفح لك قلبك إنك أنت فكرتي فيه. والأحلى لما بتكون كرتونة الإعاشة بلا كاميرا بلا صور. يا ريت كتر خير العالم اللي ساعدت بعضها. فمن بيناتهم، وأنا بعرف هالمطرح اللي أنا فيه رئيس بلدية هالمنطقة جديد البوشرية، جديد البوشرية والسد، قديش إنسان فيه روح الله. أنا سبق وكان ضيفي مثله مثل كتار من الناس، بس لأني ببيتك لابد ما اتذكر أستاذ أنطون جبارة عنده كتير أغاني أكيد دايما معنا، ودايما بتضلك سيفي مهما صار. بدي أقول وأرضك الكرامة، الخير بيعدي. ولما بيشوفوك الناس ورؤساء البلديات بتعرفي من حالك رنا، بيشوفوك عم تعطي وتساعد. ما البلدية واجهة البلد، دولة صغيرة صح. كتر خير هالعالم، كتر خيركم. شكرا لك ريما رحمة، انا كثير انبسطت انك كنت ضيفتي اليوم. يمين بدي اقول ريما رحمة يمين كرمال اولادي ضيعتي. بنوجه تحية لزوجك ولاولادك اللي بحبهم قد الدنيا حبيبتي. وعن جد بدي اقول انه لبنان بيكبر باعلاميين مثلك صادقين وشفافين، وبعضهم رغم كل الوجع وكل الصعوبات وكل التحديات عم ينقلوا لنا صورة لبنان الحلو يلي منحسها هيك مثل سفرة صغيرة عبر لبنان الحر. كل سبت وأحد الساعة 12 الظهر تنسرح ونرجع نتذكر أيام الحلوة، أيام الخير، أيام البركة بلبنان، أيام العنفوين وعن جد الرجال القليل يلي كانوا بأغانيهم بشعاراتهم بأعمالهم بأفكارهم بصوتهم كانوا عم بيقاوموا على طريقتهم. وبعدها نحن وبعدها الغنية، وقديش بعدنا نحن اليوم بحاجة لرجالات هيك يعني مثل كمين شمعون عن جد يكون لبنان بعزه، عز يرجع موسم العز. شو رأيك رح يرجع؟ ما في شيء بدون لا العز بدون ولا القهر بدون. فالقهر اللي احنا عايشينه هلا ما راح يدوم. ولو كنا على الهوا هلا كنت حطيت لك راجع راجع يتعمر راجع لبنان ان شاء الله. هلا نحن بنقول اي متى راح نقول رجع لبنان؟ الله بيعرف. على الله. شكرا لك ميرسي على محبتك على عطفتك
شكر كتير كبير لأهلك، لكل المستمعين من كل لبنان، لكل المشاهدين، لكل إنسان كتب لي كومنت حلو، وأنا يوم من الأيام بكلمة بغنية فرفحت له قلبه. كتر خيرك، شكرا. كلمة كان بتفرفحي لنا قلبنا، ومثل ما قلت لك مناخد هيك استراحة من هالضغط ومنروح على محل حلو بيشبهك وبيشبه كل شيء بتقدميه، وهيدا الشيء ببين من القلب، لأنه ما بيوصل لو ما هو من قلب القلب. كيف إذا كان قلبك حلو؟ مرسي يا ريما على وقتك اليوم. بدي أشكر كل يلي تابعونا بهالحلقة من بي ماي جاست. بدي أشكر أكيد محلات هارس بلو ويارا زكريا بيوتي سبيس. بكرة حلقة جديدة، إلى اللقاء. ليه حبيت تجي الليلة؟ بحياتي ما حلمت أني أنا شارك ببرنامج سياسي، لأنه ما بفهم بالسياسة، لكن اليوم استفزني صيف 2020، نحن 2 تموز، يا خوفي يكون صيف 840، جوع وفقر وقهر. اليوم في شيء اسمه غير لقمة الخبز، في فن، في فرح، كله المهرجانات، الناس اللي كانت تشتغل قعدت يا مرسال. واليوم أنا جاية على صار الوقت حتى أقول ما بقى في وقت، من جمعة لجمعة بحضرك ومثل هالناس على هالشاشات بتفرج، بقول بعده الإعلام الأمل الوحيد، ما بقى معنا شي غير الإعلام. ليلة اللي الام تي في او كل زملائنا بالتلفزيونات ما بتغطي شو عم بيصير من وجع الناس، منحس بالاحباط. انتو صوتنا، انتو املنا الاخير. اليوم الناس بيقولولنا ليش باذاعه لبنان الحر بعدك بتحطي اغاني؟ انت يا مرسال عرفتنا عليهم. لبنان يا اخضر حلو، لبنان يا قطعه سما، بيقولولنا خلص ضحكوا علينا الكبار. لا، مش الكبار ولا عاصي ومنصور اللي ضحكوا علينا، ضحكوا علينا اللي اجوا قعدوا على هالكرسي واحد ورا التاني. هيدا قالنا ما تخافوا على الليرة. مصريات العالم وين؟ تعب الناس وين؟ اللي ضحك علينا هو اللي قالنا لا داعي للهلع، مرعوبين. فيك شي كتير أحلى من الخبز نحكي فيه؟ ما بنحكي غير بسعر اللحمة، ولو من 30 سنة تعرفت عليك يا مرسال. دخلت أنا على لبنان الحر لعرف كل الحضور، تعرفت على أستاذ مرسال بعمر 20، من 30 سنة كان نايم ليلتها 1990 بالإذاعة، كانت حرب، واللي نيمك وخليك تحط المنشفة مخدة تحت راسك وقلت لي ما قدرت سربت من القصف، هو زيته بعد اليوم رجعنا طوابير على الفرن ورجع كمان وكلنا هلا خايفين. أنا هلأ يا مرسال صار عمر ابني 20، وبيعز علي كل شبابنا ولادنا، نحنا خلص مش عم نعمل ريهرسل، مش رح نرجع على الحياة مرتين، خلص العمر وبعدنا ناطرين الفرج. نحنا مش هوات لحرب ولا حكي طالع نازل. أنا جاي من لبنان الحر، من بشري، من الأرز. نحنا هوات محبة، هوات فرح وفن، ولبنان الحلو. ما بدي طول واخد من درب غيري، بس بدي اقول اللي بعتبروا الناس من ورق ما عندهم قلب، ما بيشفقوا على المرة اللي قالت عندي طفل عمره 3 اشهر ما معي اعمل له بيبرون وحليب، عم بعطيه مي وسكر بلا قلب. جاي اقول لهم محطة اليوم الليلة يا مرسال، صح النوم، حالكم بقى توعوا، نحن بلد القديسين والقداسة. خايفة ايه، بس ما رح يكفرونا، لأنه بتموز في عيد مر شربل وعيد مر الياس والبقى على الله.